انا بطلع لايف دلوقتي من قاعه المؤتمرات. ده بلاغ للنائب العام. انا النائبه مها عبد الناصر. انا بقدم بلاغ للنائب العام عن البلطجه اللي حصلت في الجمعيه العموميه لصاحب الثقه بتاعت نقيب المهندسين اللي بعتوا بلطجيه علشان عارفين ان هم خسرانين وانه في اكتساح للنقيب. 90% رفضوا سحب الثقة من النقيب. فشلة المنتفعين في النقابة بعتوا بلطجية كسروا الناس ووقعوا حد من المهندسين كسروا دراعه وكسروا الصناديق وعلشان يتأكدوا انه ما يبقاش في دليل على فشلهم وعلى اللي هم عملوه. ده بلاغ للنائب العام بقدمه لايف لكل الناس عشان تشوفوا. احنا بنجمع البطاقات اللي مرمية في الارض عشان تبقى اثبات على فشل الناس ديت وعلى بلطجتهم وعلى اللي هم عملوه. ادي النتائج. ادي الورق. الورق كله لاه. ادي الورق في الارض مرمي. الورق في الارض اهو. الورق في الارض كله بيقول لاه. المهندسين جم ووقفوا في الشمس. المهندسين جم اهو. المهندسين جم اهو يا معالي النائبه اهو 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 اهي. المهندسين جم ووقفوا في الشمس وقعدوا طول النهار كلهم علشان يقولوا لا. يقولوا لا لقلة الادب والسفاله. يقولوا لا للناس المنتفعين من النقابه. يقولوا لا لان هو للناس اللي هي مش عايزه البلد دي تتقدم ولا خطوه واحده. ده بلاغ لكل الناس. بلاغ لكل الجهات الرقابيه اللي في البلد. مش هينفع. احنا مش هنبقى بلد. مفيش بلد بتمشي بالشكل ده. مفيش بلد بتتقدم بالشكل ده. ما ينفعش يتسلط علينا بلطجيه ويجوا يضربوا المهندسين ويكسروا صناديق ويروعوا المستشارين يخليهم يجروا يخافوا عشان مش قادرين يعلنوا نتيجه. اللي بيحصل ده مرفوض. ما ينفعش. وانا بقول ان ده بلاغ للنائب العام ولكل الاجهزه الرقابيه في البلد. وانا نائبه في مجلس النواب وببلغ ده بنفسي وانا حاضره وشاهده كل حاجه وجاهزه للتحقيق مع اي جهاز رقابي موجود في البلد عايز البلد دي تتقدم لخطوه واحده لقدام. احنا بنقعد في حوار وطني ليه؟ بنتكلم مع بعض ليه؟ داخلين بنقول اي حاجه ليه؟ لو ديت النتيجه اللي بتحصل. ما ينفعش. اللي بيحصل ده غير مقبول باي صوره من الصور.